خطاب جاء بحمولة ونفس يعني توجيه استراتيجي بالنسبة للمغرب الذي يمر من هذه الأزمة، حتى كذلك في الإطار مفاهيم الخطاب الملكي نلاحظ هناك تشخيص للحالات، ثم هناك فرصة لترتيب الأولويات، التركيز على التحديات والأسبقيات، هناك خطط الانتعاش الاقتصادي كما قلتم أستاذ الكريم، يعني هناك صندوق الدعم الاستراتيجي، إحداث الوكالة الوطنية لتدبير استراتيجي، يعني هناك رؤية استراتيجية واستباقية لجلالة الملك من أجل معالجة كل هذه التحديات المطروحة والتي فرضها وباء كورونا يعني كورونا فيروس. وبالتالي يمكن أن نقول بأن اليوم المغرب أمام تحدي كبير، أمام رهانة كبيرة، هناك يعني العالم كما قلنا يعيش واحد المرحلة جد صعبة، لا على المستوى الاقتصاد أو لا على مستوى ما يسمى بلاشان دابروفيزيونمون، والمغرب غادي يكون عنده واحد سيتأثر لا محالة نظرا لارتباط اقتصاده باقتصاديات الدول، خاصة كما قلنا الاتحاد الأوروبي وكذلك الشراكات الاستراتيجية مع المغرب مع مجموعة من الدول. أعتقد بأن المغرب اليوم يعني من خلال خطاب جلالة الملك وضع حلول عملية، لهذا أقول بأن خطاب جلالة الملك خطاب برغماتي يعني براغماتيك، يعني هناك تحليل واقعي وتشخيص واقعي وهناك حلول واقعية، يعني هناك خطة الانتعاش الاقتصادي، خارطة طريق واضحة من أجل إحداث يعني صندوق الدعم الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهناك هنا مطالبة لجلالة الملك بعقلنة الصناديق الخصوصية، هناك أكثر من 56 مليار ديال الدرهم يعني في صناديق الخصوصية، يعني يجب أن يكون هناك تدبير عقلاني من أجل هذا، يعني لأن عندما نقول بأن هناك ضخ 130 مليار ديال الدرهم من أجل يعني خلق يعني واحد الانتعاش اقتصادي ودعم القطاع الخاص والقطاع العام ثم كذلك الأسر الهشة ومجموعة من الأمور المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو تقوية ما يسمى الدولة الاجتماعية، نحن في دولة أمة، وبالتالي لابد من وجود هذه الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، ستكون لها رؤية يعني رؤية شاملة، نظرية استراتيجية هي نظرية على المدى، يعني سيكون يعني تأثيرها ورؤيتها على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وهناك الذهن استراتيجي لجلالة الملك بأن المشكل أو الآثار وانعكاسات الوباء ستكون على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وهنا يجب الاستعداد ووضع رؤية استباقية لأجل معالجة كل هذه التحديات المرتبطة بالكورونا فيروس، لا على مستوى الاقتصاد، لا على مستوى التماسك الاجتماعي، لا على مستوى كذلك الأمن والاستقرار للمغاربة. وبالتالي أنا يعني يمكن أن نقول بأن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي ستكون مهمتها أولا خلق نقط تماس وكذلك رؤية استراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص وتأثير ذلك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وبلورة استراتيجيات بعض الشركات المغربية لنتجهها إلى ميد إن موروكو، لأن مجموعة من الأمور التي نستوردها يعني تكلف ميزانية الدولة من خلال العملة الصعبة، وبالتالي يجب أن نتجه إلى تحويل إنتاجات الشركات إلى إنتاجات استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، على اعتبار مثلا لاغرو أليمونتير، على مستوى مجموعة الأمور المرتبطة بالمسائل الحيوية والاستراتيجية، ثم كذلك يجب تقليص الاستيرادات التي يعني تكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة، ثم كذلك لابد من أن يكون هناك شراكة استراتيجية ما بين القطاع والعام والخاص في رفع تحديات مرتبطة كذلك بتدبير بعض الأمور المتعلقة بالإنتاج الاستراتيجي. أعتقد بأن اليوم نحن مطالبون بتشخيص اليوم الاقتصاد ديالنا على مستوى خلق بعد فرص الشغل، يعني عندما نقول تدبير استراتيجي يعني القطاع العام والخاص خصهم يكونوا قد المسؤولية كذلك في خلق فرص الشغل، وهنا يعني 130 مليار ديال الدرهم يعني هو مبلغ ضخم جدا كما جاء، يعني 11% من يعني من البرودوي انتيريور بروت، وبالتالي يمكن ان نقول بان هذه الوكاله الوطنيه للتدبير الاستراتيجي او الصندوق الدعم الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص يعني مهمين جدا، وسيكون يعني قطب الروحه توجه استراتيجي لا على مستوى القطاع العام ولا على مستوى القطاع الخاص، ولكن كذلك على مستوى تدبير الاولويات وكذلك توجيه الشركات وتوجيه البحث العلمي وتوجيه كذلك الإنتاج المغربي الاستراتيجي، أولا لأننا لا نعلم ما سيقع غدا، هناك تحولات على مستوى يعني الدول التي لنا لها شراكات معها شراكات استراتيجية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك يعني هناك نوع من التقهقر أو نوع من يعني من الارتباك في الأداء الاقتصادي لهذه الدول، وسنجد أنفسنا أمام وضع
يعني كما لاحظنا في هذه الأزمة أن شاكان بوغ لو سوا اي ديو بوغ توس، الدول كانت لها مقاربة ذاتية حماية شعوبها وحماية يعني اقتصادياتها، ولم تأخذ بعين الاعتبار كذا يعني هذه التطورات على مستوى شركاء استراتيجيين. ولاحظنا في القارة الإفريقية ما يسمى بسياسة متعددة الأطراف انعدمت، لم تكن هناك دولة يعني توجهت أو ساعدت هذه الدول الإفريقية التي تعيش أزمة أزمة كورونا فيروس، لأن لا سيكون لها تأثير اجتماعي وبالتالي سياسي. المغرب تحمل كامل مسؤوليته في علاقاته مع القارة الإفريقية ومع الدول الإفريقية الشقيقة، كانت مساعدة لمجموعة من أكثر من 15 دولة في دولة مالي، دولة تشاد، دولة نيجر، لاكوديفوار، بوركينا فاسو، إر دي سي، ويعني هناك يعني كانت مساعدات كبيرة. وبالتالي يجب أن نستثمر ما يعني ما قام في المملكة المغربية لبلورة استراتيجيات في إطار علاقتنا وفي إطار محاور استراتيجية جديدة. يجب أن نعلم بأن هناك سيكون ما يسمى بلا غوموديليزاسيون دو شيما دو لوردر مونديال. هذه المحاور الاستراتيجية التي لاحظنا يعني منذ ما يسمى بلا ويستفالي أو نظام ويستفاليا ستتغير، ستتحول، ستكون هناك محاور استراتيجية كبيرة. كورونا فيروس هي مرحلة مفصلية في تاريخ البشرية، كما كانت الأوبئة مثل يعني التي عرفتها البشرية منذ القدم، كانت دائما مرحلة تغيير وتحول استراتيجي بالنسبة للعلاقات الدولية. المغرب يجب أن يكون له هذه الرؤية الاستباقية، ولكن شريطة أن يكون الاقتصاد قوي ومتماسك، لأن بهذا ستكون نقطة ما يسمى بالمحددات الثابتة والمتغيرة ستتقوى، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب يمكن أن يكون الدولة محورية في محاور استراتيجية كبيرة على اعتبار الرؤية الاستباقية التي قام بها جلالة الملك في دعم الإنسان على الاقتصاد. المغرب وللعلم ضحى بالاقتصاد على غير مجموعة من الدول الغربية والمتقدمة والمتطورة والصناعية الكبرى التي ضحت بالإنسان على حساب الشركات وعلى حساب اقتصاد.